بين التلاحين بجمع المكرم به من الروس بيطار مروي بن مياح نسل الكريمين اللي ولاة الامر عطوها الاشوار ووفق بكسب الطيب في كل تثمين غانم ومثله بالمغانم هنا كثار ولا هي غريبة من رجال وفيين من لابت وهوب بها الطيب مدرار اهل الجنيب مكرمين المضيفين معجارهم نالوا من الطيب الاذكار ولو غاب قسمه حافظينه لهيمين واليوم يوم النسعة والرخى صار سلايل بالمجد والعلم ساعين واخلاصهم لولاتنا ما بهنكار بيرق بن سعدة دليل العريبين بعهد المؤسس يوم غارات وعصار فعل الشهر ما بين قاصي ودانين واليوم في ذر الزعيمين الاخيار ابناء من جاهد لاجل نصرة الدين وصدوا عن الملة غزوا كل تيار وعلى كتاب الله بالحكم ماشين وصارت بلدنا كلها جنان وثمار خيرات ينعم بها قراب وعيدين والحمد لله ما وطى شعبا اعسار امن وامان ويضحك ان الحجاجين والحين مع جمع بشوفتهم اسرار قلوب وحده والفعايل ميامين ومروي الربع الشام خندرع وستار ابلج حجاج ومنطق ومخبر زين من غير قصر في طويلين الاشبار اللي لهم وقفات اولها الحين وحنا نعبر من وفا صادق مبار اشعار قلناها في ناس غنيمين اذا وفى التوفيق من رب الانصار وانقل مني والعذر يا الكريمين وانا شبابي والعمر سن الازهار والتجربة ما لي بها خبرة سنين ابن من ابناكم لفم كل مقدار قريح تحاضت وقال المضامين وصلاة ربي عدها التان الامطار على نبي مبين الحق تبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه التراحيب قد زفت لكم طربا وأصبح القلب يرتع في نواحيها، هذه التراحيب لا زورا ولا كذبا، وقولها من الأعماق أهديها. يعجز اللسان ويقصر البيان ولا يدري ما يكتب البنان، ليصف الفرحة ويصف الجمع فلا تدري بالنثر يبتدي أم به يختم وينتهي، ويجعل الشعر بين ذلكم فألفا ألفا مرحبا بكم. اختلفت أوراقي وأعلنت أشواقي سابحة في الآفاق رهائن السباق، إن حبكم باق في الصدر في الأعماق للنفس ترياق. لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. حي الله هذه الوجوه، رؤيتها تزيد الأفراح، نسمتها تداوي الجراح وعبيرها فواح، تنثره الرياح على القمم في الليل والصباح. ما ضربتم بقداح حين شمرتم للفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين السعداء يوم يخسر المبطلون الأشقياء. يسرنا ويسعدنا أن نهديكم في هذه المناسبة حفلا جديدا رائعا، فإلى حدائقه الغناء نحملكم لنهديكم أزهار محبة ووفاء وعطر مسك ووفاء. فمع أول فقراتنا لهذا الحفل آيات بينات يتلوها على مسامعكم الشيخ نافع بن نافع بن مطلق الحربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أيها الحفل المبارك لراعي الحفل عطا الله بن سعود بن ملفي الوهابي الحربي ورجل المواقف كل كلمات الشكر ولا تكفي وللعطاء وأهله قبلات على الرأس ولا تكفي فله منا كل الشكر والامتنان والعرفان ولنا منه كلمة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. والله لو كل واحد بقول يا هلا 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 والله لو أقولها وأكررها 100,000 مرة ما تكفي فيكم. الشيوخ أمراء رؤساء قبيلة متكاملة حياها الله جميعا يا مرحبا ومسهلا هلا. أيها الأحبة شاكرين لكم حضوركم وسعداء بتواجدكم فالكرم أنتم أهله والشيم من صفاتكم. إنها من أجمل اللحظات أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة في حفل أخي مروي ابن مياح ابن خشمان. وأقول للحضور الكرم والتشريف حضوركم اللي شرفتونا فيه. أيها الحضور المبارك إن الكلمات تعجز عن شكركم مهما عبرت وكتبت من كلمات الشكر والعرفان فلن أوفي حقكم. أسأل الله أن يديم عليكم الأفراح ألا ينسى في هذا المقام أن أذكركم بعذر أخنا عشبان بن مياح بن خشمان الذي سافر بسبب مرض الله يشفيه ويهدي سلامه ويقول العذر والسموح لأن الأمر أمر يعني ملكي ما يحتاج هو اللي أدى لروحته. ولا يفوتني أيضا أن أشكر كل من شارك في نجاح هذا الحفل حياكم الله جميع. وليس لدي لا مقدمة ولا مؤخرة ولكن والله ما ودي أحمل حتى الورقة ذي في يدي والله العظيم ودي أنه كلام مباشر بيني وبينكم أفضل من لقاء خطابي لأنكم شرف لي. الشيوخ الشيوخ حرب والله الشيوخ اللي يستجيبون لي يوم دعيتهم وأنا ما يعرفوني بنفس الوقت هذا اللي أقول يا هلا ويا مرحبا بجميع من حضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا المبارك لكل فن دولة ورجال كما للخيول فرسان كذلك للأقلام فرسان وللحروف سلاطين وللكلمات ملوك. أيها الحفل المبارك شعراءنا يمتلكون أنامل من ذهب تسطر بريقا أروع من بريق الذهب. من هذا المنبر نترككم مع الإبداع والآن مشاركة شعرية للشاعر المبدع المتألق الشاعر عيد بن سمير البشري. مساكم الله بالخير جميعا. حضورنا تشريف حفل ابن مياح واللبي الواجب بدعوة عطالله مروي له البيضة على كل ملواح يستاهل المنصب وهو في محله. من طيب ابن خشمان للطيب طماح والعز يبدي مثل مبدل أهله. بسمله برجال وسيوف ورماح
وباسم قبيلة حرب مبدا وملة. يا مرحبا بحفل مثل نور الأصباح والشمس تجلى داجي الليل كله. افعولنا مثل المصابيح والضاح من يوم كنا الطيب فينا أجبلة. اللي وهبنا المجد خلاق الأرواح وحظوظنا مثل النجوم المطلة. ذخيرة يا حي ذخر وسلاح يعني ينصاب مصقل فيه سلة. والله يعز الدين وطيور الأفلاح ملوكا أهل الدولة المستقلة. الرايه الخضراء لنا شعار ووشاح حنا علمنا بين بلدلة. لو طاحت الأعلام بالأرض ما طاح باسم النبي واسم الجلالة نفله وسلامتكم. والآن مشاركة شعرية أخرى للشاعر المبدع المتألق الشاعر مطارد بن رويعي الوهبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحق لي أبدأ وأرحب بقوة، يحق لي أبدأ وأرحب بقوة في حفل حرنا صير مي النداوي. يا مرحبا يا أهل الكرم والمروة زحول الرجال مزبنين الجلاوي في جمع حربة أهل الوفاء والأخوة وباقي القبايع عد نجم سماوي. في جمع حرب أهل الوفا والأخوة وباقي القبايل عد نجم سماوي. حق الخوي وهبه لنا مهو توه نبي على انفس دونها ولا نراوي سته وخاله راح يمشي مشوه قصة ويشية وانشده للفتاوي. وابن رشيد اثبت دخيل الابوة قدر البلال الى الخوي وش يساوي. سته وخاله راح يمشي مشوه قصة ويشي وانشده للفتاوي. وابن رشيد اثبت دخيل الابوة قدر البلالي للخوية وش يساوي. خلى المطيري له ولد من سطوه وضحى بنفسه وارتكال البلاوي. وخوي اخو وضحى صوي بني توه وهم بالظما واللال والذيب عاوي. وخوي اخو وضحى صوي بني توه وهم بالظما واللال والذيب عاوي. جابه ولا حسب احساب العدو جد الرجل هذاك ما هي دعاوي. ابن ذاعر استاهل. وخوي اخو وضحى صوي بني توه وهم بالظما واللال والذيب عاوي. جابه ولا حسب حساب العدو وهم بالظما واللال والذيب عاوي. بالله يا الجمهور صفق ودوه حربي اليا قالوا بعيد الهقاوي مقيول تمن. بالله يا الجمهور صفق ودوه حربي اليا قالوا بعيد الهقاوي مقيول تن من يوم عصر النبوة اختار حربي كان ودك تخاوي. مقيول تن من يوم عصر النبوة اختار حربي كان ودك تخاوي. وعطى والطيب عطى الله نزل في علوه مبطي وهو للطيب شفق وهواوي. وزود على طيب السجايا احموه من ربعي اللي يصلون الحراوي. وزود على طيب السجايا احموه من ربعي اللي يصلون الحراوي. افخر بطيبك يا ابن عمي ودوه وحقك علي الشعر وانا رهاوي. اقصد حكم واقصد قصيدنا اموه والموقف احس مهل يا صرت. والموقف احس مهل يا صرت ناوي الليل توه والشعر زان جوه وانا رهاوي شعر وانته قطاوي. والجو رايق في هواها وهدوه خلك معي يا صاحبي العطاوي. الليل توه والشعر زان جوه وانا رهاوي شعر وانت قطاوي. والجو رايق في هواها
وهدوه خلك معي يا صاحبي يا العطاوي والبيت لي ودك نطويها طوه لما الفقير يصير مثل الغناوي وبيت رواقه فيه هوه وهوه خير منها ضيفة جو خلاوي ورع الريال وطاب طيبه ورع الريال وطاب طيبه مشوه لو تمدحه قالوا لك الناس غاوي لو رك لو كبر المجلس ولو شب ضوه اسمه يذكرني نزيل الشواوي لو كبر المجلس ولو شب ضوه اسمه يذكرني نزيل الشواوي ورع الحسد والهرج بالشعر تسوه ريلاكس يلي تجمعونا البراوي وكان انت تقدر ما نسويها سوه ولا تريح صوف جو الصداوي واختامها من يوم عصر النبوة اختار حربي كان ودك تخاوي وسلامتك والآن مشاركة شعرية أخرى للشاعر المتألق المبدع محمد بن نايف الحربي تنويه عن كلمة اللي هو أشكر أشكر من أعماق قلبي الرجل الذي لبى دعوتي ولا هي بغريبة عليه والله ما هي بغريبة عليه يوم أقول مشويل لأني أخصن في شيخ أكلمه ويقول لي يا هلا ويا مرحبا أفعل وأفعل وأفعل ولا يسوي شيء ولكن فيه من قال أنا نعم أجي وأحضر كفو وأخص بذلك اللي هو الشيخ نايف بن محمد بصيص طيري على رأسي يا أبو محمد والله على رأسي على رأسي والله يا أبو محمد قسم بالله مساكم الله بخير جميع مبداي باسم مكون الكون تكوين اللي تفرد بالعبادة وحدها من زل تبارك والتكاثر وياسين ومن شلمزون اللي يزلزل رعدها ومن بعد ذكر الله دخلت البساتين وشفت الثمار اللي ربح من حصدها وقطفت منها الزين لو ما بها شيء دايم بيوت الشعر عالي عمدها وانا يكفيني اللي قلت بيتين اتحير النقاد لا من نقدها العب على الطاروق مقوى القوانين وتثبت الحجة دلائل سندها ولجتني الدعوة على الرأس والعين ما قدم الأعذار لو كنت أجدها وجتني من الطيب طريق الحجاجين عطى الله اللي دعوته نعتمدها رجل عزيز ومن رجال عزيزين أحرار يعرف بالمواسم هددها وباسمها رحب بالشيوخ الكريمين واللي تعنى للبلاد وقصدها هلا هلا حي الرجال الميامين ترحيب تمة تنحصر في عددها وهلا هلا بأهل النقا والوفيين اللي ما تغلب باللوازم وعدها انقدم الترحيب طبع لنا سنين يوم الليالي تخبر اللي نشدها وباسم حمول الخيل سقم المعادين يوم القبائل بلا صايل سعدها في ضفخ وحسنة صعوط المجانين شيخ القبيلة ضد ما يضطهدها معلك زود معلك زود وباسم حمول الخيل سقم المعادين يوم القبائل بلا صايل سعدها في ضفخ وحسنة صعوط المجانين شيخ القبيلة ضد من يضطهدها مبارك المروي وريث السلاطين جميع شارات الرجولة وجدها مبارك المروي وريث السلاطين جميع شارات الرجولة وجدها شيخ اشداد اللي به الناس داريم ما هو بشيخ اللي في جيبه رصدها وبني وهب ربعه على الضد ساطين تسقي صناديد العدى من نكدها اهل الفعول اللي عليها براهين غصب على خبث النفوس وحقدها وبني وهب ربعه على الضد ساطين تسقي صناديد العدى من نكدها اهل الفعول اللي عليها براهين غصب على خبث النفوس وحقدها فزوا بها يوم العنا ولا كوين بمصقلات ترهب اللي شهدها لثار عج الخيل مثل الدخاقين وثم ضيع السحج العشاير ولدها ورده وحياض الموت للكون ضارين حقايق التاريخ ما حد جحدها وابغى تحيه يا رجال الميامين العطله اللي دعوته ما بعدها وسلام عليكم
والآن مشاركة شعرية أخرى للشاعر المتألق المبدع حسين بن جربوع الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلت أنا بكل الدواوين وابديت وقطفت أنا نوارها من زهرها واخترتها وعطرتها ثم زفيت أبيات شعري بحرب فكري صخرها وحضرت أنا القرطاس والحبر زجيت أكتب بيوتي بحرب والعب بحرها وسلام مني كل ما أصبحت وامسيت القبيلة تنحبه بقلبي نشرها وعطله ابن سعود للحفل وفيت وعطله ابن سعود للحفل وفيت أفعالكم يا حرب كل خبرها بختم لابن عمك وللكل ناديت دعوة شرف دعوة شرف واليوم كل حضرها أبوك علمك الكرامة وحطيت حسن النبا والعز طبعك جبرها ومبروك ما نلته ومبروك ما نلته وبالحفل حييت مروي بن مياح ختمك سفرها أبو محمد شمعة الحفل والبيت أبو محمد شمسها مع قمرها خوالي اللي دوم دايم لهم صيت خوالي اللي دوم دايم لهم صيت يوم اللقاء والحرب محد عثرها خوالي اللي دوم دايم لهم صيت يوم اللقاء والحرب محد عثرها وحرب يوم الحرب حرب عناتيت عدوها محسوب حسبة جعرها وعدو خوالي يقهرك يا تماديت صغارها وكبارها من بشرها والحمد لله يومنا اليوم لبيت والحمد لله يومنا اليوم لبيت دعوة خوالي مع نهاية شهرها وصلاة ربي عد من طاف بالبيت على النبي وإعداد منه ذكرها. سلامتكم. والآن مشاركة شعرية أخرى للشاعر المبدع المتألق رباح بن دبيان البيضاني. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا أول ما أعتذر من الأخ عطالله القصيدة والله الأساسية بالمناسبة ضفيت لي قصايد من السيارة يوم جيت بركب مع أخوياي وأذهب باقي تنحل مرتبة، لكن كتبت لي مشاركة بس وعسى تجمل. سلام تسليم من شاعر وبيضاني أهل الوفا والسطر من مضى الأزماني في حفلكم يا الوهوب طوال الأيماني والطيبة طيبة من حظ راعيها في حفلكم يا الوهوب طوال الايماني والطيبة طيبة من حظ راعيها انا يشرف حضوري حفلة وهوبي وانا تشرف مدام ربعي حروبي والله يجمل لصار العلم من صوبي والطيبة طيبة من حظ راعيها في حفل ربعي حضرت رافع الراسي من قوهم قوتي في شعري وباسي والمعرفة مورثة من جدي وساسي والطيبة طيبة من حظ راعيها الله عليك اتكل يا الله يا الله حضرت يوم اتصل فيه عطالله قال الوعد قلت لف شايتك يا الله والطيبة طيبة من حظ راعي بمناسبة حفله التكريم ابن عمه اللي على المعرفة اللي على المعرفة والطيبة همه بمناسبة حفله التكريم ابن عمه اللي على المعرفة والطيبة همه ولله در الرجل صار في دمه والطيبة طيبة من حظ راعيها حب الشكالة وحب اللي مشى فيها ومروي شكل والشكالة ما يخليها
حب الشكالة وحب اللي مشى فيها، مروي يحب الشكالة ما يخليها، وراثة ورثه ما هو بشاريها، والطيبة طيبة من حظ راعيها. سلامتكم. والآن مشاركة شعرية أخرى للشاعر المتألق المبدع عطا الله بن رويعي الوهبي. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميع. في حزة الوقفات للشعر ميقاف، في حزة الوقفات للشعر ميقاف، يغيب توليفه ويطلع صحيحه، ما رقى راعي في راس مشراف، ولا يتريح لا يتبين ضحيحه، من لا يحبك القاف لا يتعب القاف، اللي يحضرت جزل القوافي تزيحه، واللي بيوته يعجب انه ولا يشاف صدره من العله تزايد فحيحه. عطني يا شعري صنف من بين الاصناف، هاجوز فكري تان ودك تريحه، اجمع لي الياقوت من فوق طواف، واختار من سوق الذهب لي صفيحه، وانا علي اجمع لي الياقوت من فوق طواف، واختار من سوق الذهب لي صفيحه، وانا علي اللي يصيبنا الاهداف، على النقا في كل ما قف صريحه، الليله اللي جوها فاق الاوصاف، مشاعري فيها كتبتها القريحه، ما كني الا اعيش في جو الاطياف، كني بليل العيد ولا صبيحه، في حفل رجل للمناعير مضياف، باسمها رحب بوجيها الفليحة، يا مرحبا مليون واضعاف الالاف، واهلا وسهلا في لغتنا الفصيحة، يا مرحبا مليون واضعاف الالاف، واهلا وسهلا في لغتنا الفصيحة، بالشيوخ حرب اهل الوفا وكل الاشراف من البلد ومن الديار امشيحة، بالشيوخ حرب اهل الوفا وكل الاشراف من البلد ومن الديار المشيحة، ترحيب ما عزه ومن قدركم ناف، على النوايف والمشاعر تبيحة، يشبه مطر مزنم به البرك كشاف، اللي ينهمل فوق أرض نجد الفصيحة، يشبه مطر مزنم به البرك كشاف، اللي ينهمل فوق أرض نجد الفصيحة، إعداد ما تنبت خزامه وصفصاف، ونقده وقيصومه وربله وشيحة، بحفل حرب الود عنوان وغلاف، والعود الأزرق يحرق وفاح ريحة، والحفل والتكريم من باب الأنصاف، مروي كف وطيبه يثبت مديحة، والحفل والتكريم من باب الانصاف، مروي كفو طيبه يثبت مديحه، ابوه فعله بالكرم مالها اطراف، الله يجزاه الجنان ويبيحه، جده اخو خزنه لا سولف بالاسلاف، ما قيل تهنى بعمره نطيحه، رباح طيبه وفعل بسنين نعجاف، ما يعلوم اليوم ليحه يا ليحه، رباح طيبه وفعل بسنين نعجاف، ما يعلوم اليوم ليحه يا ليحه، ومن باب فعل الطيب يمنى الصخاطاف، اضعف انفوسها وجيها التليحه، يا عل يمنى محصبه للتكلاف، تسلم وتفداها لدينا الشحيحه، وسلامتك. والان مشاركه شعريه اخرى للشاعر المتالق المبدع فالح بن حنس البيضاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير، واشكر الحضور واشكر مشايخ حرب على راس الشيخ فواز بن غميض، والله يحييكم عند ربعكم. الله يدوم السعد في ظل عبد الله، الشعب مشتاق لك يا طيب النيه، الحاكم اللي سلم المجد منزله، هذا ملك العروبة والإنسانية، راعى الوفا والكرم والدين والملة، الرأس مرفوع والراية سعودية، قلوب شعبك معك يا سيدي والله، دايم تخاويك بالرحى وبالجية، والله يبارك بشيخ دلنا دله، شيخ ولا شيخ في هذه وفي ذي، وهو من حربه للطيب حق الله، وعطى الله
قوموا له وصفقوا المنوي وعطى الله. عاشوا عاشوا أهل المواجي بلهجة الضرورية اللي يعرف الوفا والطيب ما زله وقفت عطى الله لها بالوقت مارية. يا من ويا بن مياح العز تصلى يوم الرياجيل خيالة ورجلية. يا من ويا بن مياح العز تصلى يوم الرياجيل خيالة ورجلية. يستاهل المنصب الطيب تعيلة عهد ولا قلت وانا عزوتي للطيب مدلة بيضان بيضان وجهه نار محية. سلامتكم. والآن مشاركة شعرية أخرى للشاعر المتألق المبدع فهد بن محمد المرواني. ويعتذر الشاعر وسوف يتم إلقاء القصيدة بالنيابة عنه. بديت باسم اللي غني عن الناس وطلبت منها المغفرة والمعونة، قررت أسوي لي مع الشعر مرواس يسلي الخاطر يبعد حزونه. يا أبو محمد حفلكم يرفع الراس وأنتم بعد بالمرجلة ترفعونه، أنتم لكم قيمة وأنا عندي إحساس والطيب من عاداتكم تفعلونه. يوم انها وقت المكاسب والافلاس الحق من يدين خصمكم تاخذونه، لا تساويتم على قبة الافراس راس الخصيم بشلفكم تشلعونه. عيال وهب فعلهم ما له قياس الطيب لو هو بث من يشترونه. شوف عندك عيد من سمران بعد. ويعتذر الشاعر وتم القاء القصيده بالنيابه عنه. والان مشاركه شعريه اخرى للشاعر المتالق عيد بن سمران العوفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا جمع جمع ربعنا خيار، ربعا على طيب المكارم مضرين بضيافه اللي كرم الضيف والجار عطى الله بن سعود واف الميامين. في ليل تختام الشهر شعت انوار، في ليل تختام الشهر شعت انوار، اختام شهر اثنين يوم الثلاثين. في ليل تختام الشهر شعت انوار، اختام شهر اثنين يوم الثلاثين. بليله بها هاضت عذيبات الاشعار وتجاوبت فيها بزين التلاحين. بجمع مكرم به من الروس بيطار مروي بن مياح نسل الكريمين اللي ولاة الامر عطوها الاشوار ووفق بكسب الطيب في كل تثمين. غانم ومثله بالمغانم هنا كثار ولا هي غريبة من رجال وفيين. من لابت وهوب بها الطيب مدرار أهل الجنيب مكرمين المضيفين. معجارهم نالوا من الطيب الأذكار ولو غاب قسمه حافظينه لهيمين. واليوم يوم النسعة والرخا صار سلايل واليوم يوم النسعة والرخا صار سلايل بالمجد والعلم ساعين. وإخلاصهم لولاتنا ما بهنكار بيرق بن سعدة دليل العريبين. بعهد المؤسس يوم غارات وعصار فعل الشهر ما بين قاصي ودانين. واليوم في ذر الزعيمين الأخيار أبناء من جاهد لأجل نصرة الدين وصدوا عن الملة غزوا كل تيار وعلى كتاب الله بالحكم ماشين. وصارت بلدنا كلها جنان وثمار خيرات ينعم بها قراب وبعيدين. والحمد لله ما وطى شعبنا عسار أمن وأمان ويضحك إن الحجاجين. والحين مع جمع بشوفتهم إسرار قلوب وحدة والفعايل ميامين. ومروي الربع الشام خندرع وستار أبلج حجاج ومنطق ومخبر زين. من غير قاصر في طويلين الأشبار اللي لهم وقفات أولها الحين. وحنا نعبر من وفا صادق مبار أشعار قلناها بناس غنيمين. إذا وفى التوفيق من رب الأنصار وانقل مني والعذر يا الكريمين. وأنا شبابي والعمر سن الأزهار والتجربة مالي بها خبرة سنين. ابن من أبناكم لف بكل مقدار
قريح تهاضت وقال المضامين وصلاة ربي عدها التان الأمطار على نبي مبين الحق تبين. السلام عليكم ورحمة الله. والآن حان موعد التكريم، سوف يتم تكريم الشيخ مروي بن مياح الوهابي، فليتفضل مشكورا. والآن يتم تكريم مؤسس منتدى الزبيرة إدهام رويعي الوهابي. والآن يتم تكريم الشعراء المشاركين في حفلنا لهذه الليلة، الشاعر عيد بن سمير البشري. والآن يتم تكريم الشاعر عطا الله بن رويعي الوهابي. والآن الشاعر رباح بن دبيان البيضاني. والآن الشاعر فهد بن محمد المرواني. والآن الشاعر حسين بن جربوع الشمري. والآن الشاعر مطارد بن رويعي الوهابي. أحمد. والآن الشاعر عيد بن سمران العوفي. والآن الشاعر فالح بن حنس البيضاني. والآن الشاعر محمد بن نايف الحربي. والآن يتم تكريم الشاعر بدر بن صالح العياضي. يلا خذ من هنا، خذ من هنا. والآن تكريم الشاعر سعد بن مسعود الوهابي. كما نشكر صاحب هذه القاعة الأستاذ خويلد بن سليمان الحربي. فليتفضل مشكورا. الآن يتم تكريم الشاعر فايز بن غازي المازني. والآن يتم تكريم فهد بن محمد الهملان لحصوله على درجة الماجستير العالمية الأولى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأوصية بطباع بحثه. سلام يا جمع جمع ربع أخيار، ربع على طيب المكارم مضرين بضيافة اللي كرم الضيف والجار. عط الله بن سعود واف الميامين في ليلة اختام الشهر شعة أنوار، اختام شهر اثنين يوم الثلاثين بليلة بها هاضت عذيبات الأشعار وتجاوبت فيها بزين التلاحين بجمع مكرم به من الروس بيطار. مروي بن مياح نسل الكريمين اللي ولاة الأمر عطوها الأشوار ووفق بكسب الطيب في كل تثمين، غانم ومثله بالمغانم هنا كثار ولا هي غريبة من رجال وفيين.
من لابته بن به الطيب مدرار أهل الجنيب مكرمين المضيفين معجارهم نالوا من الطيب الأذكار ولو غاب قسمه حافظينه الهيمين واليوم يوم النسعة والرخى صار سلايل بالمجد والعلم ساعين وخلاصهم لولاتنا ما بهنكار بيرق بن سعدة دليل العريبين بعهد المؤسس يوم غارات وعصار فعل الشهر ما بين قاصي ودانين واليوم في ذر الزعيمين الأخيار أبناء من جاهد لجل نصرة الدين وصدوا عن الملة غزوا كل تيار وعلى كتاب الله ذا الحكم ماشين وصارت بلدنا كلها جنان وثمار خيرات ينعم بها قراب وعيدين والحمد لله ما وطى شعب أعسار أمن وأمان ويضحك الحجاجين والحين مع جمع بشوفته مسرار قلوب وحدة والفعايل ميامين ومروي الربع الشام خندرع وستار أبلج حجاج ومنطق ومخبر زين من غير قاصر في طويلين الأشبار اللي لهم وقفات أولها الحين وحنا نعبر من وفا صادق مبار أشعار قلناها في ناس غنيمين إذا وفى التوفيق من رب الأنصار وانقل مني والعذر يا الكريمين وأنا شبابي والعمر سن الأزهار والتجربة مالي بها خبرة سنين ابن من ابناكم لفى بكل مقدار قريح تحاضة وقال المضامين وصلاة ربي عدها التان الأمطار على نبي مبين الحق تبين. لإعلانكم على قناة صدى الفضائية يرجى